يعتبر شيء رائع وشيء إيجابي جدا في عهد القيادة السياسية الحالية. وبشكر مجلس النواب إن هو أتاح ظهور قانون محاماة والأستاذ سامي عاشور ظهور قانون محاماة، لأن قانون محاماة الجديد اللي تم تشريعه وتم نشره في الجريدة الرسمية هو بيخدم شباب المحامين. من ضمن مميزاته إنشاء أكاديمية المحاماة. أكاديمية المحاماة ديت هتبقى يعتبر تدريب للشباب المحامين، بالنسبة لخريج الحقوق هيتم تدريبهم في أكاديمية المحاماة وهيتم إثقالهم مهنيا، يكون محامي عنده دراية بالقانون في فن المرافعات وعنده دراية في أكاديمية المحاماة. نقابة المحامين أصبحت سيدة جدولها، ده من ضمن المميزات. إن مجلس النقابة العامة هيكون ليه الإدارة الكاملة في إدارة شؤون النقابة وفي وضع الضوابط ودلائل الاشتغال. أصبحت النقابة العامة هي سيدة جدولها كما وكيفا. أنا شايف إن قانون محاماة يعتبر المحاماة عامة مذكورة في الدستور المصري، ده يعتبر إنجاز، لأن الدستور المصري الوحيد اللي تم فيه ذكر المحاماة ولها باب تشريعي في الدستور المصري. ده يحسب للأستاذ سامي عاشور لما كان في لجنة الخمسين، ودو لجنة الخمسين المادة الخاصة بأتعاب المحاماة. المادة دي هتفيد المحامين الفترة اللي جاية أكتر بكتير، وهيكون في تقدم لنقابة المحامين. ليه المادة دي مهمة؟ إن هي بتحافظ على مورد نقابة المحامين، لأن هيكون عليها عائد بعد كده زيادة المعاش وزيادة سقف العلاج. اتنين، هنتكلم عن تنقية الجداول، وإن النقابة الآن سيرت جداولها. لما نكون 600,000 محامي ونوصل ل 150,000 محامي، ده كده كويس، لأن من يستحق القيد بنقابة المحامين هو من يشتغل فعلياً بنقابة المحامين، اللي بينزل محكمة صاحب الملف هو من يستحق القيد بنقابة المحامين. منع قيد التعليم المفتوح داخل نقابة المحامين، دي مادة مهمة جدا. دي منعت الزحف على نقابة المحامين من حملة الدبلومات والمعاهد والموظفين الحكوميين. ثلاثة، أهمية الأكاديمية. الأكاديمية اللي سوف تقام 2021 هتزود ثقافة لدى الشباب، هتخلي الشباب على وعي وثقافة كاملة، إنه يتخرج أجيال من المحاميين قادرة على حمل رسالة مهنة المحاماة. وإحنا كشباب شايفين إن تعديلات قانون المحاماة فيها مميزات كثيرة جدا للشباب، ومن أهم هذه المميزات إنها هتعود على النقابة إن شاء الله بمستقبل أفضل للمحامين الشباب. ومن المميزات دي أول حاجة عندنا تقليل عدد أعضاء مجلس النقابة العامة، مما سوف يؤدي إلى تقليل النفقات والتكاليف بالنقابة، زيادة سن عضو الشباب ل 35 سنة، وبالتالي تسنح الفرصة لأكبر عدد من المحامين بالترشح. ثالث حاجة، لاستحقاق المعاش تم تقليل مدة ممارسة المحاماة من 30 سنة ل 25 سنة، ودي طبعا يعني حاجة كويسة للمحامين ان عدد السنين اللي اشتغل بيقل عشان يستحق المعاش. النقابة العامة للمحامين لها ثقل وهي في أسوأ حالاتها، ده طبيعي جدا، فطبيعي جدا لقينا عليها، وكان واضح جدا ان القانون الوحيد رغم ان انت بتعدل بعض النصوص اللي كانت عاملة دقة كبيرة جدا في مجلس النواب. طيب هل احنا كشباب بصراحة شديدة جدا حققنا كل نفسنا فيه؟ بالطبع لا، لكن اكيد حققنا جزء. يعني انا مقتنع مثلا ان تعديل السن في ترشيح للشباب بسن 35 سن بيكون فيه نضج، بتقدر ان انت تستوعب كافة المراحل وكافة الصعوبات اللي انت عديت عليها. قول مثلا لو انت متخرج عندك 22 سنة ولا حاجة، في الفترة دي كويس قوي، بتكون عديت بكل المشاكل، حسيت بكل الناس، وبتكون عديت وصلت المرحلة من النضج ان انت تقدر كمرشح عن الشباب تعمل رؤية لفئة الشباب بشكل ما يبقاش فيه تهور، ما يبقاش فيه اندفاع. فسن 35 انا شايفه بيكون سن لائق جدا، خصوصا ان انت لما بتعرض رؤية معينة بنضج معين بيكون طبعا فوقيك اعضاء مجلس النقابة، وهم بيعدلوا الرؤية دي بشكل يتناسب مع صحيح القانون، وما يبقاش فيه حاجات تبقى خيالية. قانون المحاماة اقدر اقول من وجهة نظري ان هي اضافت للمحامي بنسبة ما تقل عن 80% او 85%، اضافت لي. وانا عارف ان لو كان الامر بايد المحامين او نقابة المحامين كان اضاف، قدرنا ان احنا نضيف للمحامي بنسبة 100%، ولكن طبعا الامر بايد مجلس النواب
لان هي الجهه المختصه والمنوط بها تعديل اي قانون. فاحنا النهارده بصدد تعديلات قانون المحاماه، تعديلات كتيره جدا طرقت علينا، منها الضمانات واكاديميه المحاماه، تحصيل اتعاب المحاماه لنقابه المحامين بشكل مباشر. تعديل قانون المحاماه ادى المحامي حصانه ادى تفعيلها بشكل رسمي الى حمايه المحامي اثناء تاديه عمله واثناء ممارسه عمله يوميا في المحاكم وفي النيابات. النظام الانتخابي الجديد طبقا لقانون المحاماه هيقلص من عدد اعضاء المجلس المنتخبين، ليصبح العدد 28 بعد ان كان 56 على مستوى الجمهوريه، وهذا هيخلق عضو مجلس موجود حقيقي على ارض الواقع. قانون تعديل قانون المحاماه افاد المحامين جدا في ان هو رفع سن الترشح من 30 ل 35 سنه، وده هيشجع المحامين على ممارسه المهنه وعلى الترشح، وهيخلق محامي مشتغل موجود حقيقي على ارض الواقع. قانون المحاماه الجديد اضاف كثير للمحامين المصريين وخاصه الشباب، زادت ضمانات المحامي والحصانه امام المحاكم المصريه واثناء قبض الاستدلال والتفتيش وعدم القبض على المحامي اثناء تاديه عمله. اضاف المعامله بالمثل للمحامي الاجنبي بالتنسيق مع وزير العدل تحت اشراف النقابه العامه، نقابه المحامين العامه. وكان نفسنا ان الشباب يبقى ليهم دور في القانون الجديد، كانت مجلس النواب يحط بند الشباب يعني ترشح في القانون الجديد. اما بالنسبه لرفع سن الشباب، قانون شمل ان رفع سن الشباب من 30 سنه ل 35 سنه، فده اضاف كتير للشباب. حصانه المحامي امام الاقسام وامام السلطه التنفيذيه، وده بيحمي المحامي امام السلطه التنفيذيه من قيديه الاتهام، وطبعا ده الماده دي بتخلي المحامي بيشتغل امام الاقسام بكل حريه، وطبعا دي ماده فخورين بيها. في مميزات اخرى، ومنها ميزه اكاديميه المحاماه. اكاديميه المحاماه طبعا احنا كنا مستنيينها من زمان، لان احنا كان عندنا المحامين بيخشوا المحاماه وهم مش عارفين يعملوا اي حاجه، ولا يكتبوا دعوه، ولا يقفوا قدام قاضي. في اكاديميه المحاماه ان شاء الله باذن الله من مميزاتها اللي هي هتخرج لنا ناس واعيه وعلى قدر من الثقافه اللي احنا هنقدر نعتمد عليهم بعد كده ان شاء الله، والشباب هتخرج قاضي باذن الله، وهتخلي تنسيق كليه الحقوق من كليات القمه، لان طبعا مش اي محامي او اي طالب هيتخرج من كليه حقوق هيخش النقابه، هيبقى فيه اجراءات لازم يخش من خلالها، ولازم يخش يعدي على الاكاديميه، ولازم يجيب تقدير، ولازم ياخد دبلومه. فطبعا ده شيء مميز، وطبعا ده يعني الماده دي طبعا احنا فخورين بيها. ويعتبر قانون المحاماه اضافه قويه لشباب المحامين، خاصه الماده اللي بتمنع حبس المحامي اثناء تاديه عمله، ان هو يجب اختيار المحامي العام في حاله تحرير محضر ضد المحامي، سواء في عمله، سواء في المحكمه، في الاسم، سواء بسبب خصومه، بتلفيق محضر كيدي من الخصوم، فطبعا بتمنع حبسه، وبيتم التحييم عن طريق النيابه الكليه واختيار المحامي العام واختار عضو مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية، وده بيتم طبعا يعتبر شيء إيجابي وتفعيل للحصانة بالنسبة للمحامي أثناء تأدية عمله. في تاني مميزات، تحصيل أتعاب المحاماة، ده يعتبر لصالح المعاشات، تسمو من بالنسبة لزيادة المعاش وصندوق العلاج، يعتبر بشكل يومي هيبقى فيه عائد مالي كبير داخل النقابة العامة عن طريق المحاكم وعن طريق وزارة العدل، هيتورد يوميا حسابيا للنقابة العامة. أنا شايف إن قانون المحاماة برضو من ضمن مميزاته أصبحت النقابة العامة سيدة جدولها، ودي الأهم للحفاظ على تنقية الجداول، لأن تنقية الجداول اللي تمت في عهد الأستاذ سامي عاشور مجلسه الموقر احنا بنعتبرها كشباب المحامين هي اهم شيء للحفاظ على حقوق المحامين المشتغلين، الحفاظ على حقوق المحامي المهني المشتغل،
ده يعتبر أهم شيء بالنسبة لي في قانون المحاماة مع أكاديمية المحاماة ومع تفعيل الحصانة. وأنا مع إنشاء أكاديمية المحاماة لضمانة محامي قوي على المستوى المهني وضبط عملية القيد في النقابة، وبالتالي هيقلل عدد المحامين المقيدين بالنقابة. وأيضا شمل تعديل قانون المحاماة حصانات المحامي، ومن أهمها إن المحامي يحس بالأمان أثناء ممارسة عمله وعدم وجود أي ضغوط عليه، وذلك بتفعيل الحماية القانونية أثناء أو أمام جهات الاستدلال وجهات التحقيق أيضا، وليس أمام المحاكم فقط. النقابة العامة للمحامين دي حاجة ليها ثقة يعني أنت الجهة الوحيدة أو يعني المهنة الوحيدة اللي بتتعامل مع كل الجهات السيادية، مع كل الجهات القضائية بالكيان بتاعك بقوة القانون. يعني حتى بدون ذكر مثلا مهنة الصحافة أو حاجة لازم يكون في إذن، أنت لأ، أنت الكيان بتاعك بقوة القانون لازم محدش يقدر يمنعك أن أنت تحضر التحقيق، محدش يقدر يمنعك أنك تشتغل والكلام ده كله. فده معناه أن أنت لازم في فئة معينة بتتعرض لدراسات، بتتعرض لبعض من الضغوط في الأكاديمية اللي هي لازم تعدي عليها دي قبل ما يعني قبل ما تقتحم مهنه بحجم مهنه المحاماه، ويشوف نفسه هو بدل ما يقعد سنتين ويصرف يشوف نفسه هو مؤهل ان يكون محامي ولا لا. واحنا برده كنقابه يعني خلينا نتكلم بصراحه، لينا حق برده ان احنا يعني خلينا يعني نتكلم بشكل واقعي من غير زعل، نفلتر الفئه اللي داخلنا عشان المشاكل اللي بتحصل والحاجات اللي احنا بتواجهنا وبنروح نواجه لمجلس النقابه ونقول الحقونا، وبساعات بنلاقي غلطات. فاعتقد ان الاكاديميه دي انا مع كامل احترامي شايفه قرار صحيح جدا. الجزء اللي يخص الشباب في تعديلات قانون المحاماه هو رفع سن عضو الشباب من 30 ل 35 سنه. عندنا والمتعارف عليه في مجتمعنا ان السن الشباب من 18 سنه ل 35. فإحنا كانت في القانون القديم كان سن الشباب لحد 30 سنة بس، وكانت في فئة مظلومة اللي هي ما بعد 30 إلى سن 35 أو 37 سنة. الفئة دي كانت أقدر أقول إنها مظلومة، لأن هي ما كانتش تقدر إن هي تدخل في أي صراع نقابي أو تقدر تطرح نفسها للترشح سواء عامة أو فرعية، لأن طبعا كان بيواجه إن المنافس بيكون اللي قدامه أو خصمه بيكون حد ذو خبرة وحد سنه كبير، حد يقدر يفهم أكتر منه وأحسن منه. فكانت دايما الفئة دي أو الفئة العمرية دي مظلومة ومهدور حقها. النهاردة لما سن الشباب زاد 5 سنين وبقت هي دي الفئة العمرية اللي مطلوبة، إن سن الشباب لحد 35 سنة، فتح المجال لكتير جدا من الشباب ان هي تخوض وتدخل تجربة انها تخوض تجربة انتخابات نقابة المحامين، وان هي يكون لها رأي ودور فعال فعلا في العمل العام، وان هي تقدر تضيف وتقول ان هي ليها صوت وليها دور. وبرغم ان الشباب هم اكبر فئة عندنا في نقابة المحامين، ولكن يمكن كان من زمن مش بعيد الشباب ملهاش دور او ملهاش وجود في نقابة المحامين، الا الحمد لله الفترة الاخيرة بدأ الشباب تظهر على الساحة وبدأت فعلا يكون ليها صوت وبدأت تكون فعالة بجد. وهو ده اللي احنا كنا بنطالب بيه بقالنا فترة، ان الشباب لازم يكون ليها دور وصوت مسموع. وبتعديلات قانون المحاماة ده فعلا كده الشباب لما توصل لسن 35 وهي بتحارب وبتخوض معارك انتخابية، معارك شريفة طبعا، هتقدر ان هي يكون ليها دور فعال ومؤثر في العمل العام وتظهر فيه بشكل لائق. امتداد سن الشباب من 30 سنة ل 35 سنة هيدي فرصة كبيرة للشباب ان هو يترشح وينزل في الانتخابات اللي جاية، ويكون ابداء الدم الجديد والعقل الجديد والفكر الجديد على نقابة المحامين لكي نرتقي بمهنتنا.